بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حاء، وحدثناه ابن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد. وحدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال النووي رحمه الله، وقال الترمذي نعم، وعن عبد الله بن الزبير، قال النووي رحمه الله وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا في مسجدي. حديث حسن، رواه أحمد بن حنبل في مسنده والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن رحمهم الله. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، المسجد النبوي 1000 والمسجد الحرام بـ100 صلاة، أي 100,000 صلاة في المسجد الحرام. نسأل الله القبول والتوفيق. وحدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعاً عن الليث بن سعد قال قتيبة: حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم ابن عبد الله ابن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن امرأةً اشتكت شكوى، أي مرضت، فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت أي عافاها الله، ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه، أي في المسجد النبوي، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فالصلاة في المسجد الأقصى 500، وصلاة في المسجد النبوي 1000، فإذا صليت في المسجد النبوي أديت ما عليك. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. لا يجوز السفر إلى أي مكان لأجل الأجر إلا هذه المساجد: المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000، والمسجد النبوي الصلاة فيه 1000، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500. وأما السفر إلى قبر فلان أو فلان هذا لا يجوز. السفر لأجل الأجر إلى المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000، والمسجد النبوي الصلاة فيه 1000،
والمسجد الأقصى الصلاة فيه ب500، وأما السفر إلى غير ذلك من الأماكن لأجل الأجر لا يجوز السفر إلى ذلك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، غير أنه قال: تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يسافر إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة أي المسجد الحرام، ومسجد النبوي، ومسجد إيلياء أي مسجد بيت المقدس. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفاً من حصاء، فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. المسجد الذي أسس على التقوى ورد أنه مسجد قباء، وأيضاً مسجد الرسول أسس على التقوى، كلا المسجدين أسس على التقوى، ولكن الآية في مسجد قباء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي قال: سعيد أخبرنا، وقال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء، كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً، يعني أحياناً راكب وأحياناً ماشي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً، يعني أحياناً راكب وأحياناً ماشي، فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته، قال ابن نمير: فيصلي فيه ركعتين في مسجد قباء. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكباً وماشياً، يعني أحياناً الراكب وأحياناً ماشي. وحدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة، حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكباً وماشياً. وحدثنا يحيى بن أيوب
وقتيبة وابن حجر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني زهير ابن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قباء كل سبت، كل يوم سبت، وكان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت، يعني يأتي مسجد قباء كل يوم سبت. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وحدثنيه عبد الله ابن هاشم، حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر كل سبت. كتاب النكاح. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعًا عن أبي معاوية، واللفظ ليحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه بمنى، فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، أي يا جماعة الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال النووي رحمه الله: وأصلها، أصل الباء في اللغة الجماع، مشتقة من بوأها منزلا. واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالباء هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، يعني الصداق والنفقة وهي مؤن النكاح، فليتزوج. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منية كما يقطعه الوجاء، وهو رد عروق الخصيتين. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء يعني النكاح فليتزوج، فإنه أغض للبصر، أي يعين على غض البصر عن الحرام، وأحصل للفرج، أي يعين على حفظ الفرج عن الحرام. ومن لم يستطع النكاح فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال النووي رحمه الله: وأما الوجاء فبكسر الواو وبالمد، وهو رد الخصيتين، يعني رد عروق الخصيتين، فإن ذلك يضعف الشهوة، فالصيام كذلك يضعف الشهوة. ولكن على المسلم أن يبتعد عن النظر إلى المجلات الخليعة وإلى الأفلام وإلى الصور، فإن ذلك يهيج الشهوة، فعليه أن يصوم ويتقي الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى، إذ لقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: هلم، أي تعالى يا أبا عبد الرحمن. قال: فاستخلاه، أي صار مخاليا معه، فلما رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ليست له حاجة قال: قال لي تعالى يا علقمة. قال: فجئت، فقال له عثمان:
رضي الله عنه: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تاهت، يعني من النشاط. فقال عبد الله: لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث أبي معاوية. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة النكاح فليتزوج إذا كان يقدر على الصداق والنفقة، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يضعف الشهوة، وعليه أن يجتنب الأشياء التي تهيج الشهوة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يا معشر الشباب إلى آخره، بمثل حديث أبي معاوية. وزاد قال: فلم ألبث حتى تزوجت. حدثني عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلنا عليه وأنا أحدث القوم، أي أصغرهم، بمثل حديثهم، ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، يعني ماذا يعمل في البيت من العبادة. فقال بعضهم، قال بعض أولئك القوم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. يعني أرادوا ترك زينة الدنيا ومتاع الدنيا. فحمد الله لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، حمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، أي أصلي بعض الليل وأنام بعض الليل، وأصوم وأفطر، أصوم بعض الأيام تطوعا وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، يعني أعرض عن سنتي، فليس مني. فلا تحرم ما أحل الله لك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن المبارك حاء، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له، أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح. يعني أراد جماعة من الصحابة أن يتركوا الزواج. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. عثمان بن مضعون أراد ترك الزواج، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو أذن له، لو أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لعثمان بن مضعون أن يترك النكاح لاختصينا، أي لقطعنا
الخصية حتى لا تبقى شهوة، ولكن ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الزواج. فالزواج شرعه الله لتكثير الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: رد على عثمان بن مضعون التبتل، يعني أراد أن يترك الزواج فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أذن له يعني في ترك الزواج لاختصينا، يعني قطعنا الخصية حتى لا تبقى شهوة، ولكن لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الزواج. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: أراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل، يعني يترك الزواج، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز له ذلك لاختصينا، ولكن لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تمعس منيئة. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: المعس بالعين المهملة الدلك، والمنيئة بميم مفتوحة ثم نون مكسورة ثم همزة ممدودة ثم تاء تكتب هاء، وهي على وزن صغيرة وكبيرة وذبيحة. قال أهل اللغة: هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ. يعني كانت ميمونة رضي الله عنها تغسل جلدا، فقضى نعم تمعس منيئة أي تدلك جلدا، وهي تمعس منيئة أي تدلك جلدا لها، فقضى حاجته النبي صلى الله عليه وسلم، قضى حاجته من أهله، ثم خرج إلى أصحابه رضي الله عنهم فقال: إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله. إذا رأى امرأة وتحركت شهوته فيجامع زوجته، يذهب إلى أهله ويجامع زوجته، فإن ذلك يرد ما في نفسه، يعني يسلم من شر منيه. قال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده، أي من الأعمال الصالحة. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حرب بن أبي العالية، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله، غير أنه قال: فأتى امرأته زينب أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تمعس منيئة أي تغسل جلدا، ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا ماقل عن أبي الزبير قال: قال جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه، أي الشهوة.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نغزو أي نجاهد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي أي نقطع الخصية حتى تذهب الشهوة، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، يعني نكاح المتعة رخص فيه، ثم نسخ ذلك وحرمه، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، يعني نعطي المرأة شيء ونتصل بها يوم أو يومين ونتركها، ثم ولكن نسخ هذا الأمر، فنكاح المتعة محرم لا يجوز، إنما رخص فيه ثم نسخ. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالله عز وجل شرع الزواج، وأما نكاح المتعة فنسخ وحرم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله، وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال: كنا ونحن الشباب فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ ولم يقل نغزو. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قال: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء، يعني ثم نسخ ذلك وحرم. وحدثني أمية ابن بسطام العيشي، حدثنا يزيد يعني ابن الزريع، حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة، يعني ثم نسخ ذلك وحرم. وحدثنا الحسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما معتمرًا، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ولكن متعة النساء نسخت وحرمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمح لأحد في ذلك. حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام، يعني نعطي المرأة شيء من التمر وشيء من الدقيق ونستمتع ثم نذهب، ولكن نسخ هذا الأمر، فنكاح المتعة حرام لا يجوز. الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ذلك في شأن عمرو بن حريث، فنكاح المتعة حرام لا يجوز. حدثنا حامد بن عمر البكراوي، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نظرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت، فقال ابن عباس وابن الزبير: اختلف في المتعتين، متعة الحج ومتعة النساء، فقال جابر: فعناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعود لهما. أما متعة النساء فنسخها الرسول
صلى الله عليه وسلم حرمها. أما متعة الحج فرغب النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم عليه هدي التمتع. فإذا لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وأما متعة النساء فهي حرام لا يحل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: رخص لنا، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3، ثم نهى عنها، أذن ثم نسخ ذلك ونهى عنه. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة رضي الله عنه أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، قال النووي: أما البكرة فهي الفتية من الإبل أي الشابة القوية، وأما العيطاء وهي الطويلة الطويلة عنق في اعتدال وحسن القوام. فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطي، يعني من المال. فقلت: ردائي، أعطيك ردائي. فقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود، يعني أجد من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها 3، يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ثم حرم ذلك. قال: من كان. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلِّ سبيلها. حرم النبي صلى الله عليه وسلم متعة النساء. ونكاح المتعة حرام، وقد نسخ، وقد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريم متعة النساء إلا الروافض فإنهم يبيحونها، نسأل الله العافية. ومتعة النساء محرمة. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين اليحدري، حدثنا بشر يعني ابن مفضل، حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة 8 من الهجرة، فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة أي عدم الجمال، مع كل واحد منا برد يعني ما يغطي به ظهره، فبردي خلق أي قديم، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة أي الشاة الشاب من الإبل العطنطنة يعني الطويلة طويلة العنق الجميلة. فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراهما صاحبي تنظر إلى عطفها فقال: إن برد هذا خلق أي قديم، وبردي جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به 3 مرار أو 2، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حرم متعة النساء. ومتعة النساء حرام. وحدثني أحمد بن سعيد ابن صخر
الدارمي، حدثنا أبو النعمان، حدثنا وهيب، حدثنا عمارة بن غزية، حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فذكر بمثل حديث بشر، وزاد قالت: وهل يصلح ذاك؟ وفيه قال: إن برد هذا خلق مح، أي قديم. قال النووي: مح وهو البالي يعني القديم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فنكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وحدثناها أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، أي بين الحجر الأسود والباب، باب الكعبة، وهو يقول بمثل حديث ابن نمير. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، متعة النساء، عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها، أي نسخ ذلك وحرم متعة النساء. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال: سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبي سبرة بن معبد رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة، أي كأنها ناقة شابة، أي طاء، أي طويلة القامة حسنة، فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردين، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي، فكنا معنا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن، يعني نسخ الإذن وحرم متعة النساء. حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علي عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء، فمتعة النساء محرمة. وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم لسعد، حدثنا أبي عن صالح، أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح، متعة النساء، وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين يعني عند الرخصة، ثم حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس قال ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يعرض برجل فناداه فقال: إنك لجلف جاف. قال النووي: الجلف هو الجافي يعني غليظ، والجافي هو الغليظ الطبع،
القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك، الجافي الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب، أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة فقال: إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يعرض برجل فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري، والحلف بالعمر في نظر، لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نسخها الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر ابن سيف الله أنه بينه وجالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه بالمتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا. قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين، ولكن نسغها. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها، ومتعة النساء منسوخة محرم. قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه رضي الله عنه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأنا جالس. ومتعة النساء محرمة. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا حسن بن معين، حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز رحمهم الله قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذ. فالمتعة محرمة إلى يوم القيامة، متعة النساء. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية، الحمار الأهلي محرم أكله، أما الحمار الوحشي فهو حلال. وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد، وقال: سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لفلان: إنك رجل تائه. قال النووي: هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم، التائه الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم، نعوذ بالله. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن متعة النساء بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية، الحمار الأهلي الذي يركب عليه لا يحل أكله، وأما الحمار الوحشي فهو حلال. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابن محمد ابن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يلين يعني يخفف في متعة النساء، فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يعني عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية، فنكاح المتعة حرام،
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي ابن أبي طالب عن أبيهما رضي الله عنهم أنه سمع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم حمر الإنسية. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذا تزوجت امرأة لا يجوز أن تتزوج عمتها معها ولا يجوز أن تتزوج خالتها معها، لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما لا يجوز الجمع بين الأختين. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والعمة أخت الأب، والمرأة وخالتها، والخالة أخت الأم. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قالم لا يجوز الجمع، وأما لو ماتت واحدة يجوز أن نتزوج الأخرى أو طلقها طلاقا بائنا طلقها ثلاث لا رجعة بعده يجوز أن يأخذها، وأما الجمع بينهما في آن واحد لا يجوز. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قانب حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلم مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف رحمهم الله عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخ على الخالة. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني قبيصة ابن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب فنري خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة، عمتها هي أو عمة أبيها، لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو عمة أبيها وخالتها أو خالة أبيها. وحدثني أبو معن الرقاشي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يعني الجمع بينهما. وحدثني إسحاق ابن منصور حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، إذا سمعت أن فلان خطب بنت فلان فلا يجوز أن تخطب حتى يتفق أو يخترق، لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك حتى يتفق أو يفترق، لا تؤذي أخاك تخطب على خطبته، ولا يصوم على صوم أخيه،
إذا كان رجل يريد أن يشتري سلعة من رجل فلا تدخل أنت وتسوم على سومه، اصبر حتى يتفقا أو يختلفا، لا تؤذي أخاك. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحبتها. لا يجوز للمرأة أن تقول لمن خطبها إن أردتني طلق زوجتك، لا يجوز لها أن تأمر الرجل أن يطلق زوجته لينكحها كأنها تريد أن تأخذ رزقها. فلا يجوز لها أن تقول لها أن تقول للرجل طلق زوجتك إن أردتني، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها، الرزق بيد الله، ما أحد يأخذ يأكل رزق أحد. إن أحببت تزوجي وإلا فدعي، ولكن لا تسألي طلاق زوجته. وحدثني محرز ابن عون ابن أبي عون